راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 25 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مذكرة من 51 كيانا مدنيا وثوريا للأمم المتحدة تطالب بتشكيل مجلس تشريعي يعبر عن الثورة مع تمثيل أكبر للنساء ولجان المقاومة. حبدأ تدشن برنامج دعم الأسر ثمرات بمحلية جبل أولياء بالخرطوم وينتقل لجنوب دارفور والبحر الأحمر وكسلا كمرحلة أولى. توجيهات للنيابة بنشر أسماء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض في أحداث كريدينغ الأولى ولم ترفع عنهم الحصانات. الجزيرة مقرر فتح صالات الأفراح بالولاية على أن لا تتجاوز المناسبة 3 ساعات بحضور 50% من سعة الصالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. سلم 51 كيانا مدنيا وثوريا مذكرة لبعثة اليونتمس مطالبين بتشكيل مجلس تشريعي يعبر عن الثورة مع تمثيل أكبر للنساء والقوى الثورية ولجان المقاومة. وطالب الموقعون على المذكرة من بينهم هيئة محامي دارفور والجبهة الديمقراطية للمحامين ومنظمة أسر الشهداء وتجمع الأجسام المطلبية ولجان المقاومة وتحالف مزارعي الجزيرة والمناجل والاتحاد النسائي بوقف تشكيل المجلس التشريعي المزمع قيامه اليوم وتكوين مجلس تشريعي يعبر عن الثورة. وشدد الموقعون على المذكرة على قيام المؤتمر الدستوري والإعداد لانتخابات حرة نزيهة وتنفيذ برنامج الضمان البيئي والأمني والصحي للمواطنين والمواطنات. وأضافت لبنى العطا في هذا الخصوص: المستفيد في الأسلوب اللي احنا تجمعنا به في الوسائل اللي احنا عايزين نوصل لها، وفي الهدف الأساسي أو الهدفين الأساسيين اللي هو المجلس التشريعي الثوري تكوينه بالقوى الثورية الحقيقية، وكمان الوثيقة الدستورية. كريستينا كمان أفادتنا كجندر أدوايزر بأنه حيتوقفوا جدا في الموضوع بتاع 40% نسبة النساء. من جهة تانية أكدت المذكرة على حماية المدنيين العزل وبشكل خاص النساء والأطفال في مناطق النزاعات ومحاسبة كل القوات الأمنية والميليشيات والدفاع الشعبي والدعم السريع وكتائب الظل على جرائم الحرب والانتهاكات. وناشدت المذكرة المجتمع الدولي بحظر مشاريع الدعم السريع والمشاريع التي تتبع للجهات العسكرية مما أثر سلبا على اقتصاد الدولة، كما ناشدت برجاء وإعادة الاعتبار للمفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين. وأكدت ضرورة محاسبة كل القوات العسكرية والأمنية والميليشيات والدعم السريع على جرائم الحرب والانتهاكات الموجهة ضد الإنسانية في دارفور وجميع مناطق الحروب ومجازر فض الاعتصام وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب في العاصمة والولايات، ومباشرة تحقيق دولي يضمن محاسبة ومساءلة كل الجهات المعنية وتوفير الحماية الكاملة للشهود في تلك الجرائم وفقا للمعايير الدولية. وأضاف المحامي طارق الشيخ في هذا الخصوص: المذكرة ضمت 51 كيان مدني، تمت مقابلة البعثة الأممية تحت الفصل السادس، كان ملخص تضافرت في كل الكيانات، وتمت تقديم المذكرة ونقاش محتوى المذكرة. يعني اقتضى الحال جزء من المطالبة لأنه البعثة معنية لأنها تطلع ملخص عن مهامها في السودان أو مهمتها في السودان وبشكل واسع للقواعد المدنية وتوضيح المهمة الأساسية اللي هي جات من أجلها واللي هي بالسوق نحو الدولة المدنية ومطالب ثورة ديسمبر. المسألة بشكل كبير ولإقناع كل قواعد الثورة في وخاصة فيما يختص بالمجلس التشريعي. واللقاء ده ضم فنانين الأستاذ القرني وقدم حقيقي دفاع يعني محترم، وعمنا المقدم معاش الصايغ
برضه قدم عن زملائه المفصولين والمعاشين، قدموا برضه خطابات محترمه. دشن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أمس إجراءات التسجيل لبرنامج دعم الأسر ثمرات بمحلية جبل أولياء، ويستهدف برنامج ثمرات 4 ولايات تشمل جنوب دارفور والبحر الأحمر وكسلا والخرطوم كمرحلة أولى. وقال حمدوك أن هذا التدشين يعتبر ضربة بداية لبرنامج طموح والذي سينطلق ويتواصل ليشمل كل ولايات السودان تدريجيا. وأوضح حمدوك أن البرنامج جاء لتحقيق شعار ثورة ديسمبر العظيمة حرية سلام وعدالة، وهو تحقيق عملي لارتباط الحكومة الانتقالية بشعبها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتحقيق الأهداف والبرامج. وأكد أن برنامج ثمرات تنموي واقتصادي يعمل على رفع قدرات المواطن المعيشية ونقل الاقتصاد السوداني من التركيز على الاستهلاك القصير المدى إلى التركيز على الاستثمار في القدرات البشرية الإنتاجية طويلة المدى، إيمانا بأن المواطن هو أساس التنمية. وطلب حمدوك الأسر بالتسجيل في برنامج ثمرات باعتماد الرقم الوطني كمستند أساسي للتسجيل للحصول على الدعم المالي الشهري. بدأ مجموعة من الوزراء أمس جولات ميدانية على البنوك لمتابعة إجراءات تنفيذ سياسة توحيد سعر الصرف والتحديات التي تواجه المواطنين والجهاز المصرفي في إنزال هذه السياسة على أرض الواقع. واجتمع في ذات السياق محافظ بنك السودان مع مدراء البنوك وبحث الشكاوي والملاحظات التي وردت حول عملية صرف العملات بواسطة القنوات الرسمية، هذا إلى جانب تبسيط الإجراءات وحل كل الإشكالات التي تعترض المراسلين في الخارج والداخل. وأكد أن نجاح المشروع الوطني يحتاج لتضافر الجهود، وهذا يحتاج لتعاون الجميع. ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن سعادته وفخره للتفاعل الكبير من قبل المواطنين داخل وخارج البلاد مع السياسات الجديدة التي من شأنها أن تعالج تشوهات الاقتصاد وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أفضل وتحقيق نتائج إيجابية لكافة القطاعات بالبلاد، كما عبر عن امتنانه لتفاعل مختلف أصحاب العمل من أجل تحفيز تطبيق هذه السياسة. بلغ التعامل بالنقد الأجنبي مع المواطنين عبر فروع بنك أمدرمان الوطني بالعاصمة والولايات خلال اليومين الماضيين 3 والـ4 الجاري مبلغا يعادل $1,000,000 من العملات المختلفة، وذلك تنفيذا لسياسات الدولة الجديدة في التعامل بالنقد الأجنبي. وأوضح مصدر مأذون ببنك أمدرمان الوطني أن البنك قد أكمل استعداده الكامل لاستقبال جميع المعاملات الخاصة بالنقد الأجنبي، تحويل وبيع وشراء وتوريد وصرف لجميع المواطنين المتعاملين في هذا الجانب عبر جميع فروع البنك المنتشرة بالعاصمة والولايات المختلفة. وأكد استعداد البنك لتسلم كافة تحويلات المغتربين وتسليمها لذويهم بنفس العملة المحولة بها، كما أشار المصدر إلى تزايد حركة المواطنين في التعامل بالنقد الأجنبي مع البنك. قالت هيئة محامي دارفور أن النائب العام أبلغها بأن وفد المحكمة الجنائية الدولية في زيارته الأخيرة للبلاد طلب التعاون في قضية المتهم كوشيب الماثل أمام المحكمة حاليا فقط. وأكد النائب العام أن المذكرة التي وقعت مع المحكمة متعلقة فقط بقضية كوشيب حسب طلب وفد المحكمة الجنائية. وطلبت الهيئة خلال لقائها بالنائب العام أمس بضرورة أن يوقع السودان على مذكرة تفاهم مع محكمة الجنايات الدولية ليضمن السودان استرداد المتهمين في قضايا دارفور المقيدة أمامها قبل وصولهم أمام محكمة الجنايات الدولية للحلول دون الإفلات من الملاحقات الجنائية. كشف مواطنون عن القبض على أحد منسوبي القوات النظامية الثلاثة بتهمة نهب مقر اليونميت في سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا أن نحو 60% من الممتلكات والمعدات في مقر اليونميت تم نهبها، وأن عمليات النهب والتخريب طالت معظم الغرف المركبة والمولدات. وأشار إلى فتح براق لدي الشرطة بعمليات النهب الثلاثة، ووصف تصريحات الوالي بالقبض على عدد من المشتبه فيهم يوم الاثنين بعدم الدقة، موضحا أن أول المتهمين ألقي عليه القبض يوم الثلاثاء وهو من منسوبي القوات النظامية. ووجه انتقادات لوالي الولاية والأجهزة الأمنية للتقصير في حماية المقر، ونوه إلى عدم التزام حكومة الولاية بشرط تحويلها المباني والممتلكات لأغراض مدنية، مشيرا إلى تسليم عربة تنكر لقوات الدعم السريع. وأضاف المواطن محمد خاطر في هذا الخصوص: الولاية أول والي دفع بقوات
قوات من الجيش وقوات من الشرطة وقوات من الاحتياطي المركزي وقوات من الدعم السريع لحماية المعسكر. لكن للأسف الشديد يعني الشيء تم أن القوات اللي أصلا هي مفروض تحمي المعسكر يعني في نفس اليوم اللي تم تسليم المعسكر القوات دي بدت يعني بدت تسرق في المعدات الموجودة، السراير والكراسي والمراتب والشاشات بتاعت التلفزيونات الفلات. محلية سرف عمرة بنطالب الوالي أنه يقوم بلجنة تحقيق، ولجنة التحقيق تكون لجنة يعني محايدة هذه اللجنة ومستقلة عشان توصل للحقائق، وبعد ذاك يعني الناس اللي أجرموا في حق المواطن السوداني وفي حق مواطن سرف عمرة أنه يقدموا لمحاكمة عادلة. ده مطلب. وعلى المستوى الدولي أدان الأمين العام للأمم المتحدة عملية النهب الذي تعرض له موقع اليونيميت بسرف عمرة في دارفور الذي سلم إلى السلطات السودانية عقب انتهاء ولاية اليونيميت بدارفور. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في بيان السلطات السودانية إلى التحقيق في حادث نهب اليونيميت وضمان وجود أمن كافي لعمليات التسليم اللاحقة حتى يتم الحفاظ على المرافق للاستخدام المدني، مشيرا إلى الموقع المنهوب كان مقررا أن يكون مركزا للتدريب المهني، غير أن المهاجمين المجهولين بددوا تلك الفرصة. قالت هيئة محامي دارفور إنها أخذت علمها بتوجيهات النائب العام لمرؤوسيه بالنيابة العامة لنشر أسماء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض جنائي ممن توفرت فيهم مواجهتهم بينات مبدئية في أحداث كريندينغ الأولى ولم ترفع عنهم الحصانات. وذكرت الهيئة في بيان لها أمس عقب لقائها بالنائب العام تاج السير الحبر بمكتبه بالخرطوم أمس إنها تباحثت معه حول سير الإجراءات في بلاغ مقتل 4 من طلاب جامعة الجزيرة. وأشارت الهيئة إلى أنه ومن واقع تجاربها في الجرائم المرتكبة بواسطة عناصر جهاز الأمن فإن أجهزة الأمن في ظل النظام البائد في قضايا القتل الجنائي والتي ارتكبتها عناصره وتتكشف تلجأ لدفع مبالغ مالية لأولياء الدم خارج نطاق الإجراءات القانونية السليمة باعتبارها ديات. لذلك رأت الهيئة في بلاغ مقتل طلاب جامعة الجزيرة أن تباشر النيابة العامة تحريك البلاغات الجنائية التي توافرت بشأنها بيانات مبدئية كافية في مواجهة مرتكبيها. وصلت سفينة نقل سريع تابعة لقيادة النقل البحري الأمريكي العسكري إلى ميناء بورسودان أمس. وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان صحفي أن زيارة السفينة البحرية الأمريكية للسودان تعتبر أول زيارة منذ عقود، وتسلط الضوء على استعداد القوات المسلحة الأمريكية لتعزيز الشراكة المتجددة مع القوات المسلحة السودانية. وقال النقيب كابتن فرانك أوكاتا قائد القوات البحرية قيادة النقل البحري في أوروبا وأفريقيا وقائد الفرقة 63 إنهم بشرفهم العمل مع شركائهم السودانيين في تعزيز الأمن البحري. يذكر أن هذه الزيارة جاءت في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب القيادة الأمريكية في أفريقيا للتواصل المدني العسكري السفير أندرو يونغ ومدير المخابرات الإدميريال هايد بيرج إلى الخرطوم في يناير من هذا العام لتوسيع الشراكة والتعاون بين البلدين. أصدر عبد الله الكنين والي الجزيرة قرارا أمس بفتح صالات الأفراح بالولاية على أن لا تتجاوز المناسبة 3 ساعات داخل الصالة وإقامة مناسبتين بالصالة في اليوم كحد أقصى. واشترط القرار أن لا يتجاوز الحضور 50% من سعة الصالة على أن يلتزم أصحاب الصالات بالنظافة والتعقيم عقب كل مناسبة. ووجه القرار بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية باستخدام المعقمات ولبس الكمامات والتباعد المجتمعي. الخبر الأخير في النشرة. أعلنت شركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم تخفيض قيمة التذكرة للطلاب لـ20 جنيها لكل الخطوط، مؤكدة التزامها بتعرفة 50 جنيه للمواطنين لكل الخطوط بالولاية. وعبر محمد ضياء الدين المدير العام للشركة في بيان صحفي عن أسفه لتوقف الشركة خلال شهر فبراير الجاري، وعزى ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها. وأشار ضياء إلى أنه على الرغم من الزيادات المهولة في مدخلات التشغيل والصيانة فإن الشركة ملتزمة بالتعرفة المعلنة سابقا 50 جنيه لكل الخطوط العاملة بالخرطوم. ودعت الطلاب لإبراز البطاقة الخاصة بهم خاصة طلاب الجامعات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فأبقوا معنا.